هنعمل شعريه اللي هي السفه. سفه شعريه. الشعريه بالسكر زي احنا بنعمل شعريه بالسكر بس هي مختلفه عن اللي عندنا. هنستعمل لها البخار. فانا علشان في ناس ما بقاش عندها الحله بتاعت البخار هستعمل على مصفى وميه مغليه. هنقول المقادير بتاعتنا. الشعريه اللي بيعملوها لازم تبقى رفيعه، بصوا يعني رفيعه قوي عن الشعريه بتاعتنا. ما هي موجوده في السوبر ماركت برضو بس اخد بالي من النقطه دي. يا ريت بس الكاميرا تجيبها لنا. كل ما كانت رفيعه كل ما احسن. كل ما كانت رفيعه كل ما كان ده احسن. شايفين اهي ارفع من الشعريه بتاعتنا رفيعه. الشعريه دي هاتلي بقولك هنحطها على المصفى وتحتيها بخار بيغلي علشان تستوي. خلاص هنقول المقادير الاول. الشعريه هنستعمل باكو شعريه، الشعريه اللي هي الرفيعه دي. هنستعمل معاها رشه ملح. هنستعمل سكر بودره. حوالي قد ايه عايزه سكر بودره؟ سكر بودره والله بالنسبه للناس اختياري لان في ناس ما تحبش سكر كتير. لو هيبقى وسط يعني يعني هي بنزين بيها. ممكن احط وانا بعملها ممكن احط نص معلقه ولا شيء يعني. نص معلقه فيها بس بتزوقي بيها زي ما انت عايزه. وهنستعمل زبيب، لوز مطحون، زبده وزيت. يبقى علبه شعريه او باكو شعريه رفيعه، رشه ملح. ممكن نزود لو سكر ابيض عايز يغيره بمعلقه عسل ابيض في الشعريه ممكن برضه. يعني ممكن برضو احنا ممكن نحطها الاول على هنا عشان نلحق بس لا مش دلوقتي بيها. لما نحط الزيت الاول. طيب اوكي ادي الزيت. الزيت حوالي وعايزين زبده حوالي مثلا معلقه زيت كبيره. معلقه زيت كبيره على الباكو بتحطي حوالي معلقه زيت. معلقه زيت بس انا بحط بالعين كده على بعض. يبقى هي المقادير بتاعتها سهلة بسيطة. وناخدها كده. طبعا ممكن تستعملي معاها قرفة. ونفركها كده. بتفرك الشعرية بالزيت. نفركها. هي طريقة بسيطة وسهلة يعني. هي بتفركها عشان لما تتحط على المصفى البخار ما يعجنهاش في بعضها. ما تبقاش ماسكة في بعضها. تبقى مفرولة من بعضها. ولازم هي لما تيجي تعملوها لازم كده تتعمل بالطريقة هذه. عشان ما تعجن ونفركها كلها. بس بالراحة عشان ما تتكسرش كمان. لا مش بتتكسر. لا حتى لو مش بالراحة ما بتتكسر. ما بتتكسرش معاك. يبقى هي بالشوية الزيت اللي حطيتهم عليها بتفرك الشعرية كويس قوي فيها. معلقة. علشان ما لما تيجي نحطها على المصفى تبقى ايه هشة. ما تبقاش معجنة في بعضها. ممكن تحط لي شوية قرفة شوية بسيط يعني مو كتير. رشة قرفة هنا. كده بس. حوالي نص معلقة قرفة حطينا لها. وانت قلتي هتحطي معلقة سكر كمان. لا مش دلوقتي. مش دلوقتي. يبقى هي حطت لها نص معلقة قرفة ومعلقة كبيرة زيت وبتفركهم مع بعض. كلهم. بتقعدي تفركيها فترة؟ لا عشان الزيت لازم كله كله. هي بس عايزه تتاكد ان الزيت اتخلل للشعريه كويس جدا. ايوه اتغلغل فيها علشان خلاص. تبقى ايه كلها. الحين هنحطها في البخار. هنحطها على المصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. علشان ده شغال. امسكها لك انا احسن. احنا هنستعمل مصفى وتحتيها ميه مغليه وهنغطيها بغطا عشان لو انت ما عندكيش حله البخار تعرفي تعمليها على البخار. ايوه بتاخد قد ايه بقى على البخار؟ يعني هو بتاخد في الاول لازم تحسي انه بيغلي من الجناب. يعني تزودي نزود الميه. نزود الميه. الميه ونخليه لما تحسي يعني ممكن ربع ساعه. ربع أوكي. ساعه وبعدين نشوفها. هنزود ميه مغليه. انا حطيتها تغلي. الزبيب هي ناقعه الزبيب في الميه. الزبيب حوالي معلقتين ثلاثه زبيب نقعهم في الميه. ممكن ايه نصفيهم. الزبيب منقوع في ميه مغطيها بالميه. سوري بقى لها مثلا نص ساعه بحيث يطرى كويس قوي. هو طري خلاص. وبعد كده هنصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاتيه هنا اهو علشان ايه الميه ما تبقاش كتيره. هنسيبه يتصفى
انا كنت عايزه اعرف بقى حاجه عن المغرب. المغرب مناطق يعني اكيد فيها حاجات على الساحل، اكيد فيها حاجات داخليه، الجنوب الشمال، ايه المناطق بتاعت المغرب؟ عندنا الجنوب، عندنا الشمال، عندنا مناطق كتير، عندنا الصحراء. الصحراء هناك كتير. عندنا مناطق كبيرة صحراويه، والجبال عندنا كتير. اكيد بقى كل منطقه بتشتهر بحاجات معينه، يعني السواحل مثلا، الاسماك والكلام. احنا السواحل، انا من الساحل، يعني يعتبر من الشمال، انا من العرائش. العرائش دي جنب ايه؟ جنب طنجه. جنب طنجه، قريبه من طنجه ومن اصيله. طب قولي لي بقى اكل السواحل ايه؟ ايه الحاجات اللي مشهورين بيها قوي؟ احنا مشهورين باكلات السمك. الاسماك، اكلات السمك اللي هي بقى بصيله السمك برضو، يعني برضو هي البصيله وهو لا 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 مش شرط، يعني بصيله السمك بنعمل، يعني المغرب كله بيعمل بصيله السمك. ايه بقى اللي بيشتهر بيه اهل السواحل عن بقيه المغرب؟ احنا من الناس الشماليين بناكل سمك كتير. يعني في حياتنا العاديه بناكل السمك اكثر شيء عندنا. برضو مقلي ومشوي زي هنا وطواجن؟ هو اكثر عندنا شيء مقلي ومشوي وفي طواجن. اللي انتم مشهورين طاجين. طواجن اشكال وعندنا مقلي. طب قولي لي مثلا طاجن او اتنين كده، طريقتين حلوين للسمك. في طاجن بنعمله، الطاجن تقليدي اللي هو مثل عندكم الدنيس. الدنيس، سمك الدنيس. او الشعور. الشعور بنتبله بالثوم والكزبره خضراء. بيبقى السمك كامل، مش فيليه. لا مش فيه، السمك كامل. بيتغسل كويس، وبعدين بنحط فيه الثوم والكزبره والبقدونس والشطه الحار. يعني احنا عندنا لازم، وممكن في عندي شطه. وممكن لو مش هتحب الشطه عادي ما تعمليها. ومنتبلها كثير حلو يعني. وبعدين نقطع البطاطس مدوره. والطماطم مدوره من تحت، وتتبيله السمك بتنزل على البطاطس والطماطم، ونعمل فيها زيت زيتون. يعني زيت زيتون عندنا في الطواجن السمك اساسي. يعني بتتبلي السمك كويس جدا بالثوم والكزبره والبقدونس، وتحطيها على البطاطس والليمون والملح. بتسيبيه منقوعه في التتبيله دي شويه؟ شويه. وعندنا الفلفل الاحمر، عندنا مشهورين به في المغرب، هو بيبقى طعمه حلو. مش هذاك لازم نعمله في السمك، بيدي لون حلو وطعم حلو. وطرنشات طماطم وبصل مثلا وبطاطس؟ لا لا بصل لا، ما بتحطيش بصل. لا بنحط من تحت في الطاجن الطماطم مدوره من تحت، ولك في ناس بيحطوا بصل، بس احنا لما انا بالنسبه لنا ما بنحط، بس في ناس بيحطوا. ونحط البطاطا مدوره من تحت، ونحط السمك من فوق. ونقطع الليمون والطرنشات. هو كمان الليمون عندنا الليمون لونه اصفر الكبير هذا، اللي هو القضايا الكبير. ايوه هذا بنقطعه مدور. وبتغطيه وتدخليه الفرن؟ لا ما بنغطيش، لان الطاجين عارفه الطاجين الفخار ما هو بيبقى ليه. لا ما عنده، في ناس عندهم بالغطا، بيشتروا بالغطا. في ناس ما عندهم بالغطا. يعني ممكن تحطيه مكشوف؟ ممكن، وممكن تغطيه، لان لو هتعمليه فوق البوتاجاز هتغطيه طبعا. طيب لو في الفرن ممكن ما سوائل، ولا بيستوي على السوائل نازله من السمك؟ ممكن شويه بسيط، مش كتير. وممكن ما تحطي، لو انت هتحطيه في الفرن وهتغطيه بالفويل مثلا، ما تحطي اي شيء عليه. هو كده هي معلمون. قصدي بيتغطى بفويل بحاجه، بفويل او بحاجه، وفي ناس ما تغطي. بس عشان البطاطس تستوي احسن. بس في الفرن. انا عايزه ازود الميه هنا، ممكن الخطه الثانيه يا احمد عشان نشيل المصفى ونزود الميه. بس مش لازم سخنه، مش محتاجه اكتر، مش كده؟ لا زودي شويه. زودي كمان الميه، ما تحطيش فيها اي حاجه. لا يعني ممكن تحطي شويه قرفه عشان تطلع. ايوه ادي الكفته طلعت. بتقطعيها بقى يا نبيله ولا بتقدميها كده؟ هي تتقدم كده، بس الناس اللي بيقطعوا بس. ممكن نقطع يعني حته، ممكن نقطع حته. انت قلتي لي كمان لو انت عايزه الوان جوه، بس ممكن. فين الفستق عشان اعمل فستق من فوق؟ ده القالب بتاع الكفته طلع. هي بصوا هزوقه بالفز والمطحون. المفروض في ناس لو عايزين صنوبر يحطوا صنوبر. ممكن ناس ما عايزين، ما بغوش اللي يحطوا الفستق ما يحطوا. ممكن يحطوا اسمه ممكن ايه؟ ممكن ترانشات طماطم او طماطم. لا 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 خالص، هي يا تبقى ساده يا تحطي فيها صنوبر وفستق، يا الفستق بس. يا صنوبر بس.
يعني نقطه نوم عشان تبقى كلها بس. ده طاجن سوري قالب اللحمه المفرومه. هاتيه ممكن ممكن اتفضل. هتعمل ديكوريشن للطبق. الشعريه بنقلبها وهي على البخار شويه ممكن علشان ما تمسكش في بعضها. ممكن بنشوفها كده بسيط. بالشوكة. ايوه ممكن نحركها بالشوكة علشان ما تمسكش في بعضها. بس ده ريحة القرفة باينة تخيلي. معناها حطت انا بحب في ناس ما بيحطوه بس انا بحب احط فيها القرفة ويا البخار. لا 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 ريحتها حلوة قوي بتدي ريحة. اهي وهنرجع تاني. هي هتعملي ايه دلوقتي بالشعرية؟ استوت نص سوا على البخار هتعملي ايه بقى فيها؟ هنعمل مية مغلية في يا عبير. ايوه ازيك؟ ايوه حبيبتي ازيك عامله ايه؟ علي صوتك بس. تمام حبيبتي الحمد لله. تسلم ايديكوا على الاكلات الحلوه الجميله اللي انت. الله يخليكي يا حبيبه قلبي. علي صوتك. واشكري لي القمر المغربيه اللي معاكي دي ما شاء الله عليها. عبير بتشكرك يا نبيله. الله يخليكي ميرسي. وعايزه اسالها تقول لنا الكيكه بالتمر مين اللي بيعملها؟ ماشي اوكي خليها تعديها لك دلوقتي. عينيا عايزاكي تعيدي الكيكه بالتمر. يجنن 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 تحفه بصراحه. تسلمي يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي. تسلمي لي يا قمر. يا ايه مسكين. عينيا ليك. عادي لهم بقى الكيكه بتاعت التمر تاني. اوكي. كيكه اللي بالتمر. بصي تعالي. ايوه انا جاي. انا واقفه جنبك. فين الكاميرا من هنا ولا اتكلمي. انا مش رايحه حته بجيب الكيكه. الكيكه اللي بالتمر ممكن تحطي 3 بيضات ونص كوبايه زيت رز ونص كوباية سكر بني وبيكنج باودر وتحطي كاس. بيكنج باودر معلقة مثلا؟ لا كلها الباكو. باكو. معلقة كبيرة. وتحطي كاس ونص دقيق. كوباية ونص دقيق. بتضربي الأول البيض؟ البيض تضربيه لوحده في الأول ومن بعد تحطي السكر البني ولما يتخلطوا مع بعض وتحسي أنه كريمي بتحطي القرفه معلقه قرفه والزيت. وتحطي الزيت ويتخلطوا كويس كتير مع بعض ومن بعد بنحط البيكنج باودر مع الدقيق مع بعض يتخلطوا ومن بعد بنحطهم براحه بشوي شوي 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 ومن بعد نحط عين الجمل. يعني نقول 3 ارباع كوبايه عين جمل مثلا. 3 ارباع كوبايه عين جمل. نحط العين الجمل ونخلطه كتير حلو يعني ومن بعد نحط اللبن بسيط عشان تبقى طريه ما تبقاش. لبن قد ايه؟ يعني ممكن ربع كوبايه. ربع كوبايه لبن. اوكي. ومن بعد نحطها في القالب. طبعا هي عارفه القالب الكيك يعني. انا جايه لك. التمر لما لازم نسخنه في مقلة. بتدفيه على المقلة شوية. ولما نسخنه نشيل عادي بالمعلقة نشيل ونحط فوق الكيكة اللي احنا حطيناها في القالب. اللي هو هيغطس اصلا. بيغطس وعلى طول نحطها في الفرن. فرن قد ايه بقى حرارة كام؟ 10 دقايق في الأول حرارة عالية أعلى شيء ومن بعد نحطه حرارة ساعة حرارة واطية. يبقى أول 10 دقايق فرن حامي جدا بعد كده وطي الحرارة أوطى حاجة وسيبيها تلت ساعة. والتورته دي الكيكه دي انا ضايقاها عندها تحفه مش عايزه. وبالهنا والشفا. هجيب لك البوله علشان تعملي الشعريه. اوكي. دلوقتي الشعريه استوت. نحط الميه الاول. نص ادي الميه السخنه. الميه مغليه نحطها فوق الشعريه هنا. هتصبيها فوق الشعريه. اوكي. يبقى هي المايه المغليه بتنزلها على الشعريه. عشان بتطرى. هي المايه هذه اللي بتخليها. هو على مرتين نعمل نفس الطريقه مرتين. مرتين. وبعد كده تغطيها وتسيبيها. لا انا هوري لك الحين. لا نطلعها تاني. هتشيليها هتبسيها برده تاني شويه. اوكي اجيب لك بقى الفوطه عشان المسخه سخنه وتعرفي تشيليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة. اجيب لك معلقة. انزل لك احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هي رشة مية سخنة
يعني حوالي 3 4 كوبايات عليها. وبعد كده اهو هتحطها في الطبق. واجيب معلقه. عايزه شوكه، 2 شوكه. اجيب لك شوكتين. طب ممكن هتفرفطيها من بعضها مش كده؟ اه عشان أوكي. هي سخونه ما اقدرش. ممكن شويه زبده. زبده هي جنبيكي الزبده. جاهله. انا هكب بس شويه من الميه دي عشان ما تفرش. شوفي الزبده حوالي معلقه او معلقتين. فينا لو تحب الزبده كتير لو تحب الزبده كتير معلقتين، لو ما بتحب كتير معلقه. ممكن ما تحطي الزبده، بس الزبده هتديها طعم حلو. بس في ناس ممكن ما يعني عاملين دايت او شيء. عايزين حاجات بسيطه. انت بتفرفطيها من بعضها عشان لما ارجعها على البخار تاني ما تلزق مني. يعني شايفين هي بتطلعها بعد ما ترش عليها الميه المغليه، تحطيها في طبق غويط وتفرفطها بالشوك. هاتي لي ملح، هات لي ملح. ملح اهو شويه بسيط عشان ايه رشه ملح. هتحطي رشه ملح عليها بسيط خالص. عشان ايه يغير ما يبقاش. تمن معلقه كده، تمن معلقه ملح بتحطها عليها. او يعني كده بقت ربع معلقه ملح. ربع ربع معلقه ملح تقلبها فيها مع الزبده. ونرجعها للبخار تاني. وهترجعيها تاني على المصفى. ميرسي يا احمد. طب ممكن تساعديني؟ ايوه اساعدك فيها. هتشيلي ممكن الطبق وانت نزليها. اوكي هنرجعها على البخار تاني ونغطيها بقى علشان تكمل سواها على الاخر. طبعا هي عامله واحده مستويه على الاخر علشان ايه وقت الحلقه. وهنغطيها بالغطا اهو. الغطا ايوه مش مشكله كده اهو. وهي عندها بقى هنا الشعريه جاهزه، يعني عاملين واحده من قبل الحلقه مستويه تماما علشان تعملها لنا. ورينا بقى هتعملي. ادي السكر البودره، وادي المكسرات والقرفه والزبيب. اوكي وادي المعلقه. عايزه معلقه ثانيه؟ لا لا خلاص. اوكي هتعملي بقى هرش عليها الحاجات دي. نحط الزبيب في الاول. الزبيب زي ما قلنا نعينه في ميه حوالي نص ساعه عشان يبقى طري قوي. الشعريه دي مشهوره عندهم وبيعملوها كتير. يعني انا يوم ما كنت عندي كنت عاملاها واتنسفت، يعني ما لحقتش منها غير معلقتين بصراحه. يعني جيت قلت له في الاخر لا سيبوني شويه عشان ادوق. ايوه حطينا عليها الزبيب. اوكي يبقى اول حاجه رشه الزبيب على وشها. وثاني حاجة بنحط القرفة. بعد كده هتحط رش عليها القرفة. بس عايزة كلينكس عشان القرفة ممكن خلاص خلاص. أنا عايزة أقول وهي بترش عليها القرفة والمكسرات، القرنبيط اللي في الفرن، القرنبيط في الفرن سهل جدا لو أنت عايزاه بطريقة دايت. أولا هتسلقيه نص سلق أو هتعمليه على البخار. أنت زي ما احنا حاطين الشعرية على مصفى كده وتحتيها مية، السلق على البخار ده اكتر حاجه بتحتفظ بالقيمه الغذائيه والفيتامينات بتاعت الخضار. القرنبيط من الحاجات اللي بتفقد فيتاميناتها بسرعه، علشان كده لو انا هسلقه اسلقه على البخار افضل. يعني انا لو حمرته مش هيفقد فيتامينات زي ما هيتسلق في ميه، الميه هتاخد الفيتامينات اللي فيه. فانت بتسلقيه على البخار او تسلقيه عادي. وبعد كده اهو احنا هنرش لسه على الكيكه الصوص. وبعد كده اهو بتحطيه في طاجن وبتعملي له الصوص بتاعه. الصوص او الصلصه بتاعته دي هو كل الطعم فيها. بنحمر بصلايه على النار، بنشوحها بمعلقه زيت عشان لو انت مش عايزه دهون، ومعاها مثلا فصين ثلاثه ثوم لغايه لما يعني يغمقوا شويه يبقى ذهبي غامق. وتروحي نازله عليها مثلا بخمس طماطميات مبشوره ومعلقتين صلصه وشويه ميه. يغلوا شويه هتحطي زعتر. على فكره الناس اللي عندها سكر، عشان المدام اللي كلمت بتقول ان عندها سكر، المشروم من الحاجات اللي رائعه لغايه دلوقتي سبحان الله. مش عارفين ايه سر ان المشروم بيقلل السكر.
فخدي بالك انك حاولي تحطي مشروم كتير قوي في الاكل. يعني القرابيط ده احنا ممكن برضو في الصلصه نحط معاه مشروم، شويه مشروم، وهنرش الصلصه دي هنصبها على القرنبيط اللي احنا سلقناه وهندخلها الفرن، هنغطيه وندخلها الفرن علشان يكمل سواه. احنا قلنا هنسلقه نص سلق، بعد كده لما تطلع ممكن ترشي عليها جبنه موتزاريلا لو تحبي، بس يكون دسمها قليل، او بتقدميه زي ما هو. وزي ما قلت لك اهتمي بالمشروم. انا ان شاء الله ممكن ابقى اعمل لكم برده حلقه عن تغذيه مرضى السكر، بحيث نقول ايه الاكلات المفيده جدا ليهم وايه الاكلات اللي يبعدوا عنها. اهي بص، هو هي زوقت بالسكر البودره والمكسرات الشعريه. استني اخد كلينكس عشان امسح الجينات. وانا